شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ويرو كور ويرو القرآن في لا ميزون دو كوران أو سينيغال. فمن شهد منكم الشهر فليصم. جنشي عندك كردباغ تكستيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ويرو كور ويرو القرآن في لا ميزون دو كوران أو سينيغال. فمن شهد منكم الشهر فليصم. جنشي عندك كردباغ تكستيل. mbokki jullit yi soppee alquran yi Sénégal yi fii moom mooy kër Dabakh Textile lépp loo xam ne jëm na ci colka muy góor wala jigéen tisi boo ci bëgg rek fii kër alquran la këru tawfiq la soo fi ñëwee fekk suñu mbokkum daara bi Cheikh Saleh insha allahu taala lépp loo xam ne moom nga ci bëgg taaral xew yi masha allahu taala ñoo leen fii ci marché jàng fii ci Pikine insha allahu taala lu ngeen fi bëgg rek dégg fekk insha allahu taala jërëjëf Cheikh Saliou ñooñu Kër Massar ñooñu Guédiawaye kon jeex na mu ngi noonu Kër Massar Guédiawaye fépp fooy mën nekk rek wooteel ci numéro bii ci suuf insha allahu taala ngeen ak si bi soobee yàlla